صباح الخير البنات، صباح مبروك بصحيحة وسلامة وباش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم انا ما كنقدرش نفطر بالخبز، ولا في العشية ندير كسكروت بالخبز، كان ما كيدوز ليا غير شي حاجة حلوة. اليوم بغيت نجيت بغيت ديما انا بغيت نجيت بغيت نشارك معاكم واحد لي غاليت انا غادي نديرهم ان شاء الله بالكوك، حيت كيعجبني الكوك بزاف، وغادي نزوقهم بهاد لي فخوي كونفي هادو من الفوق. عندي واحد ثلاثة د البيضات، عندي هنا واحد جوج ساشي ديال فاني، هنا شويه د الملحه، واحد تقريبا نص خماره ديال الحلوه، طحين حسب الخليط. عندي هنا واحد جوج كيسان سنيده، وعندي هنايا كاس وغادي نزيد نص ديال الزيت. عندي هنا واحد باش غادي ندهن الحلوه من الفوق، عندي هنا واحد البيضه درت معاها معلقه صغيره د الكاكاو. هنا بغيت ندير البيض، عندي هنا الكوك، ومهم عندي هنا واحد الحامضه محكوكه، وانا معكم ان شاء الله في هذا في الخليط من نصوره لكم ان شاء الله. نبداو على بركة الله ان شاء الله. غادي نبدا بالبيض هو الاول، انا كنبغي ندير بيضه ببيضه باش لا تكون خاسره من الداخل ولا شي حاجه. بارك الله البيض كبير. غادي ندير هاد السنيدة، غادي ندير هاد زوج ساشي ديال فاني، شوية الخميرة الخمارة، مهم انا معاكم. عندي هنا حامض محكوك، عندي هنا كاس سنيده، كاس زيت، وي ما عرفت مالي، لا حول ولا قوه الا بالله، ما عرف شنو منا ولينا كنساو. هاد نص كاس ونص ديال الزيت. عندي هنا بغيت ندير الكوك، المهم نخلط انا كلشي، غيبقى ليا غير الطحين ان شاء الله. بسم الله يا ربي. ايوا كي دايرين قولوا ليا اش كتعاودوا، عجبوكم الشجايات؟ دابا انا راه امي ملي كنمشي عندها مسكينه تتفرح، وحق الله الله يخطي علينا ميماتنا العظيم، كتفرح كنبقى منساها بالليل معايا، راكم عارفينها واخا فاتحه على ظهرها مسكينه، ما تتبغيش تجلس، كتمشي عندها واحد المحل كدير فيه هادشي ديال الطبخ البلدي سوغ كوموند، والناس كيجيو يديو ماكلتهم اولا حنا كنديو ليهم ماكلتهم. غير انا حيت كيضرني الراس بزاف، ما الا تعبت غير شويه تنطيح 15 يوم بالراس، وداكشي داكشي علاش درت هاد القناه، زعما كنقول اللهم انا هكا في الدار الا ما انا في الدار. المهم كنمشي مره مره كنبات عندها، دابا ما كايناش معاها البنت، راه غدا ان شاء الله غنمشي، نمشي كنبات معاها يومين ثلاث ايام، نجي لداري واحد النهار عاود نمشي عندها حتى تجي البنت. البنت هي باها مريض. ايوا شي اللي كاين، والله العظيم انا فرحانه 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 بزاف بكم، و تشجيعكم ليا وبالدعم وديك الكلمات الطيبه اللي تقولوا، حق الله زعما غزالين، والله يخليكم ليا، وهذا ما ندير، الله يعطيكم صحيحتكم ويخلي لكم وليداتكم وما كترجعوا معاهم ان شاء الله. المهم هاد لي كاليت كيجيو بنانين بالكوك،
انا كيحمقني الكوك ما نكذبش عليكم كيحمقني. المهم نجمع هاد الخليط ديالي بالطحين على حسب اللي يجمع ليا هاد الروينه اللي عملوني. والله ما عرفت ما نقول لكم، انا راه والله ما كيبغي يدوز ليا الخبز، والله العظيم ما تيبغي يدوز ليا بحال شي بنت صغيره كتاكل السقاطه، ولا ما كليتش ولا ما كانش عندي هكا بحال هكا حليوه ديال طحين هكا صابلي ولا شي حاجه، كنشري دي بيسكوي ونزمقها باش يا اما ندير بهم كسكروت ولا باش نفطر بهم. والله العظيم يعني الخبز ما تيبغيش يدوز لي. صافي ندير الطحين ديالي على حسب الخليط، انا نجمع العجينه ديالتي ونرجع. العجينه ديالتي هي جمعتها، غادي ندهن يدي بواحد شويه الزيت، غادي نديرهم غير هكا صغارين، نورد لكم الاولى ونكمل انا الباقي. غادي ندير هاد لي فخويكم فيه هنا هكا، نكمل بهاد الطريقه ونرجع لكم ان شاء الله. الحليوه ديالي كي جات كتشهي، الله بغيتكم غير توقعوها كي جات بنينه بالكوك، وغتعجب الوليدات الصغار ان شاء الله. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، السلام عليكم.